أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلمة من المولى عز وجل، ثالثها بأنه روح من الله عز وجل. فسأبين إن شاء الله في هذه المحاضرة بالدليل المنطقي التاريخي والعلمي بأن بصدق وصف الله عز وجل لعيسى عليه السلام في القرآن الكريم، وأنه رسول من المولى عز وجل، وأنه كلمة من الله عز وجل، وأنه روح. فسأبين إن شاء الله في هذه المحاضرة كيف الكلمة تصبح جسد، وماهية هذا الوصف من منظور علمي. فنبدأ إن شاء الله بالحجة المنطقية والدليل التاريخي على أن عيسى عليه السلام هو بشر وأنه رسول من الله عز وجل. فكما تشاهدون على الشاشة، هناك وصف للملائكة لله عز وجل في سورة غافر آية رقم 7، بسم الله الرحمن الرحيم، وسعت كل شيء رحمة وعلما. فمعنى هذه الآية الكريمة، ونلاحظ هنا بأن الرحمة سبقت كلمة علم، وهذا يعني بأن الله عز وجل رحمته سبقت علمه، يعني بأن أساس كل شأن من شؤون الله عز وجل، أساس كل تدبير من تدابير الله عز وجل هي الرحمة. فتطلب الرحمة أن يبعث الله عز وجل رسول ليهدي الناس إلى صراط الله المستقيم، وأن يكون هذا رسول بشر 100%. لماذا؟ طبعا هذه الحجة المنطقية، لأنه إذا كان رسول أكثر من بشر لا يستطيع الناس التواصل معه، فكيف يستطيع الرسول أن يعلمك أمور مثل الصبر على طاعة الله إذا لم يكن بشرا؟ وكيف تستطيع أن تأخذ الرسول مثال على تحمل البلاء إذا كان أكثر من بشر؟ فبالدليل المنطقي يجب، ومن رحمة الله عز وجل على الناس، أن يبعث لهم الرسول أن يكون بشر 100%، لأنه إذا كان بشرا تستطيع التواصل معه، إذا تحمل بلاء معين، إذا تحمل فقر، تحمل شيء، تستطيع أن تأخذه كمثال وأن تصبر مثل ما صبر. أما إذا كان أكثر من بشر فلا يستطيع التواصل معه، ولا يستطيع أن يعلمك أي شيء، لأنه غير البشر لا يستطيع أن يعلمك الصبر على البلاء، الصبر على الألم، الصبر على المرض، لأنه لا يشعر بالمرض والألم مثل ما تشعر به أنت. فمن رحمة الله عز وجل والشيء المنطقي أن الله عز وجل يبعث إنسان بشر 100% ليعلمك كيفية تطبيق تعاليم الله عز وجل من هذا الإنسان البشر. لو كان أكثر من بشر كيف يستطيع أن يعلمك تطبيق تعاليم الله؟ فالشيء مهم جدا وشيء واضح جدا الحمد لله بدليل منطقي كيف أن عيسى عليه السلام وكل أنبياء الله عز وجل يجب أن يكونوا بشرا 100%. أن نأتي إلى الدليل التاريخي بأن عيسى عليه السلام هو بشر 100%، وأن الله عز وجل أيده بمعجزات لأنه كان هناك حكم معين لهذه المعجزات، ليس لأنه أكثر من بشر. لأن الكثير يعني من الناس يقولوا بأن معجزات عيسى عليه السلام هي خارقة وغير أي رسول آخر، فيجب أن يكون له يعني تمايز معين عن الأنبياء الآخرين. فسوف نبين عدم صدق هذا الكلام بما يلي. فسنة الله عز وجل عبر العصور كما ترونها أمام الشاشة
من الله عز وجل يختار رسول بشر 100% ويعطيه معجزة، والمعجزة هذه تكون شيء خارج عن قدرة البشر، وتكون دائما لها علاقة بالسمة الغالب الناس في عصر تنزيل الرسالة، ليعرفوا بأنها معجزة وتكون دليل صدق على الرسالة مع هذا الرسول أو النبي. فنلاحظ على سبيل المثال مع موسى عليه السلام، السمة الغالبة للناس في عصر الفراعنة كانت السحر، فالله عز وجل أعطاه المعجزة التحويل بين ملكة النبات والحيوان، شيء يفهم بالسحر ولكن متفوق عليه، ليدرك الفراعنة بأن هذه المعجزة وتكون سبب في هدايتهم بإذن الله تعالى. ومع عيسى عليه السلام، لمعرفة المعجزات اللي يجب أن توافق عيسى عليه السلام، هي يجب معرفة السمة الغالبة للناس في عصره. والسمة الغالبة في عصر عيسى عليه السلام للناس كانت الطب، التداوي بالأعشاب والطب الإغريقي. فالله عز وجل أعطى عيسى عليه السلام معجزة إحياء الموتى بإذن الله وشفى الأعمى والأبرص، شيء يفهم بالطب ولكن متفوق عليه. فإذا الله عز وجل أعطى حبيبنا عيسى عليه السلام هذه المعجزات ليس لأنه أكثر من بشر، ولكن أنه السمة الغالبة للناس في عصره تطلبت هكذا معجزات. يعني لو أن محمد عليه الصلاة والسلام بعث في وقت عيسى عليه السلام لأيده الله عز وجل بنفس المعجزات. فمعجزات عيسى عليه السلام ليس لأنه أكثر من بشر، لأنه الناس في زمنه تطلبوا هكذا معجزات. وتستمر طبعا سنة الله عز وجل في محمد عليه الصلاة والسلام، السمة الغالبة للناس في عصره كانت الفصاحة اللغوية، فأتى القرآن الكريم يفهم باللغة العربية ولكن متفوق عليها. وفي زماننا هذا لدينا القرآن الكريم، فيجب أن تكون هناك معجزة دالة على صدق الرسالة. والسمة الغالبة للناس في هذا العصر هي المعرفة، فيجب أن تكون معجزة القرآن الكريم شيء في هذه السماء ولكن متفوق عليها. وهذا الذي شرحته في مسابقة في العديد من المحاضرات بما أسميته بالإعجاز المعرفي للقرآن الكريم، بأن كتاب الله عز وجل يحتوي على كافة المعارف بشكل تام وكامل، ولا يستطيع أي إنسان يحيط بعلم كل شيء. فإذا القرآن متفوق في مجال المعرفة. نلاحظ كيف أنه بالدليل المنطقي والتاريخي عيسى عليه السلام هو بشر 100%، ووجدنا ولاحظنا الحكمة من إعطاء الله عز وجل له هذه المعجزات ومن حكمته في عيسى عليه السلام. الآن نأتي إلى كيفية خلق عيسى عليه السلام. هذا طبعا موضوع كثير ناس دخلوا فيه خطأ فيه ودخلوا في غلو في هذا الأمر، فأبين إن شاء الله الآن بالدليل العلمي كيف خلق عيسى عليه السلام بالتفصيل، كيفية خلق عيسى عليه السلام من منظور علمي، وسيبين ذلك الصدق بماهية وكيفية خلق عيسى عليه السلام. فلمعرفة كيفية خلق عيسى يجب علينا دراسة القرآن الكريم. الله عز وجل يقول ما فرطنا في كتاب من شيء. الله عز وجل يصف القرآن الكريم كيفية خلق عيسى عليه السلام بالتفصيل، كما ترونكم على الشاشة في سورة آل عمران آية رقم 59، يقول مولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذا تفكرنا وتدبرنا في هذه الآية الكريمة نجد بأن الله عز وجل يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني الله عز وجل نظرته له لعيسى عليه السلام كيفية خلقه مثل خلقه لآدم عليه السلام. فالاستنتاج الذي يلي ذلك بأن الإنسان يجب أن يتفكر في كيفية خلق آدم عليه السلام، ويجد مقدار التطابق والتشابه بين خلق آدم عليه السلام وخلق عيسى عليه السلام. فكما ترون على الشاشة، لو إذا وضعنا عمود فيه مراحل خلق آدم عليه السلام وعمود آخر فيه مراحل خلق عيسى عليه السلام، وتتبعنا كيفية خلق آدم عليه السلام ورأينا التطابق بينها وبين خلق عيسى عليه السلام، فيذكر الله عز وجل بأنه خلق آدم عليه السلام من تراب، خلقه من تراب، وهذا يعني بأن مكونات جسم آدم عليه السلام يجب أن تكون هي ذاتها مكونات التراب. وبأن الله عز وجل يذكر بأن مراحل خلق عيسى عليه السلام مطابقة لآدم، إذا مكونات جسم عيسى عليه السلام يجب أن تكون مطابقة لمكونات التراب. فالآن الله عز وجل بدأ خلق آدم عليه السلام بخلقه من تراب، فيجب أن يكون أيضا جسم عيسى عليه السلام مكون من تراب مثل آدم عليه السلام. فكما ترون على الشاشة، إذا حللنا المواد الموجودة في التراب نجد أن التراب يحتوي على هيدروجين، نيتروجين، أكسجين، والمواد التي تجدوها أمامكم على الشاشة. فإذا قمنا بتحليل المواد الموجودة في جسم الإنسان نجد بأن جسم الإنسان يتكون بالضبط من نفس المواد الموجودة في التراب. سبحان الله العظيم، العناصر المكونة لجسم الإنسان هي ذاتها الموجودة في التراب،
وليس فقط من ناحية المسميات، إنه هيدروجين هيدروجين، يوجد حديد في التراب، يوجد حديد في الإنسان، ولكن من ناحية النسب. سبحان الله العظيم، في التراب الكالسيوم هو أكبر عنصر يدخل في تركيب الصخور وما إلى ذلك. في جسم الإنسان الكالسيوم هو أكبر تركيز العنصر يدخل في تركيب العظم والعضلات وكثير من أجهزة الجسم، فأيضا التراكيز هي نفسها. فنلاحظ صدق وصف المولى عز وجل بأنه خلق الإنسان من تراب، فآدم خلق من تراب وعيسى عليه السلام خلق من تراب كذلك. فنلخص هذا الأمر في التطابق الكامل بين كيفية خلق آدم وعيسى عليه السلام، أنه خلق آدم عليه السلام من العناصر المؤلفة للتراب، وخلق عيسى عليه السلام من العناصر المؤلفة لجسم مريم عليه السلام. وبما أن جسم مريم عليه السلام مؤلف من عناصر التراب، وبما أن عيسى عليه السلام خلق من عناصر مؤلفة لجسم مريم عليه السلام، فهو بذلك خلق من تراب كما وصف الله في القرآن الكريم. سبحان الله العظيم، لاحظوا جمال إخواني إخواتي القرآن الكريم، وصف الله عز وجل بأن عيسى عليه السلام خلق من تراب. كيف؟ بأنه أخذ العناصر من جسم مريم عليه السلام، ومريم عليه السلام خلقت من تراب كأي إنسان خلق من تراب. فإذا آدم خلق من تراب وعيسى عليه السلام خلق من تراب، أي العناصر المكونة لجسم آدم عليه السلام وعيسى عليه السلام من تراب، فخلق مثل أي إنسان آخر في المكونات المكونة لجسم عيسى عليه السلام. الآن نكمل في مراحل خلق آدم وعيسى عليهم السلام. بعد خلق المكونات الرئيسية للجسم، ثم قال الله عز وجل لآدم عليه السلام كن فيكون. فإذا آدم عليه السلام هو كلمة من الله عز وجل لتصبح جسم آدم عليه السلام، والمثل. ثم قال الله عز وجل لعيسى عليه السلام كن فيكون. فإذا عيسى عليه السلام هو كلمة من الله عز وجل لتصبح جسم عيسى عليه السلام. فإذا نأتي إلى المرحلة الأخرى. الله عز وجل يذكر في القرآن الكريم بأنه لما أراد يخلق آدم عليه السلام قال له كن فيكون، وأيضا بالمثل عيسى عليه السلام كلمة من الله عز وجل كن فيكون. فإذا نلاحظ سبحان الله التطابق، مثل ما الله عز وجل خلق عيسى عليه السلام بكلمة، خلق آدم عليه السلام بكلمة أيضا. فالسؤال الآن، كيف أن عيسى عليه السلام هو كلمة من الله عز وجل؟ يعني ما هي الكلمة هذه تصبح جسد مخلوق؟ فسأبين إن شاء الله الآن بهدى من الله عز وجل ما هي الكلمة التي تصبح جسد. فمفتاح هذا الأمر نجده في سورة النمل آية 88، بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. فإذا تفكرنا في هذه الآية الكريمة نجد الآتي: الجبال عبارة عن مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، يصف الله عز وجل خلقها بعملية صنع، صنع الله. وعملية الصنع بحاجة لمعلومات، كلمات، لكيفية تجميع الوحدات الأساسية اللازمة للصنع. وأيضا الله عز وجل يقول في سورة الانفطار آية رقم 8، بسم الله الرحمن الرحيم، في أي صورة ما شاء ركبك. فيصف الله عز وجل بأنه خلق جسم الإنسان بعملية التركيب. إذا هناك حاجة لمعلومات حول ترتيب الوحدات الأساسية المؤلفة في جسم الإنسان، وهذه المعلومات هي كلام الله عز وجل الخلق كن فيكون. فإذا الآن بدأت تتضح ما هي الكلمة التي تصبح خلق. بما أن الله عز وجل يصف كل خلقه، خلق عيسى عليه السلام وآدم عليه السلام، وخلق كل شيء بعملية الصنع، الصنع بحاجة إلى كلمات، كمصنع بحاجة إلى كلمات، أي معلومات هندسية لتصميم المركبات وكيفية التقاء هذه المركبات مع بعضها البعض. فهذه هي الكلمة لله عز وجل لخلق خلقه. الآن أين توجد هذه الكلمة؟ يوجد كلام الله عز وجل خلق في مركب الـ DNA، ويخزن الله عز وجل هذه المعلومات في مركب الـ DNA بطريقة هندسية. فكما ترون على الشاشة، مركب الـ DNA يتألف من شريطين محبوكين على بعضهم البعض، و هذا الشريطين يوجد فيهما أشكال هندسية، أشكال سداسية هندسية، وهذه الأشكال السداسية ترمز، كل مجموعة من هذه الأشكال السداسية ترمز لوحدة تركيبية معينة في جسم الإنسان. فعلى سبيل المثال كما ترون على الشاشة، كل ثلاث أشكال هندسية ترمز لحمض أميني معين. الحمض الأميني هو الوحدات الأساسية المركبة للأنسجة في جسم الإنسان. فالله عز وجل في هذا المركب عن طريق الأشكال الهندسية يرمز عن طريق كل ثلاث أشكال هندسية إلى حمض أمين معين. يعني مثل ما في مصنع، هذه عبارة عن معلومات هندسية بأنه الآن جمع هذا الحمض الأميني مع هذا الحمض مع هذا الحمض، فيقرأ هذا المركب ثلاثا ثلاثا،
يعني يقرأ هذا المركب ثلاث أشكال هندسية ثم ثلاث أشكال هندسية ثم ثلاث أشكال هندسية، وكل قراءة ثلاث أشكال هندسية ترمز إلى وحدة معينة. فعندما يقرأ أول ثلاث أشكال هندسية تأتي وحدة معينة تضع على خط الإنتاج في الخلية، ثم تقرأ ثلاث وحدات تأتي وحدة أخرى، وتجمع هذه الوحدات مع بعضها البعض ويصبح النسيج المؤلف باسم الإنسان. فنلاحظ سبحان الله كيف أن كلمة أي معلومات هندسية تصبح خلقا. فهذه كلمة الله عز وجل التي كثير الناس دخلوا فيها في خطأ ولا يعرفوا ما هي، هي عبارة عن معلومات الله عز وجل الهندسية لخلق المركبات المختلفة في جسم الإنسان. فنلاحظ مثال هنا على الشاشة أن كلمة الله عز وجل لخلق مركب الكولاجين على سبيل المثال، وهو أكثر مركب في جسم الإنسان يدخل في تركيب كافة الأنسجة. فنلاحظ أن عند قراءة كلام الله عز وجل يتم تجميع الأحماض الأمينية بترتيب وأعداد معين لصنع بروتينات. يقرأ أول ثلاثة فيأتي حمض أميني معين، يقرأ ثلاثة أخرى يأتي حمض أميني آخر، أول واحد على سبيل المثال الجلايسين والبرولاين يأتوا مع بعضهم البعض، وفي أي صورة ما شاء ركبك تتركب هذه الوحدات مع بعضها البعض ويصبح نسيج، يصبح خلقا في النهاية كن فيكون الكلمة وتصبح جسدا ومخلوق. وهذا يحدث مع كل إنسان في عملية الخلق. ونلاحظ مثال آخر على الشاشة، كلمة الله عز وجل صنع مركب الكولاجين في جسم الإنسان. نلاحظ هناك هذه عبارة عن حروف ترمز الأشكال الهندسية التي سبق ذكرها، وتبدأ عملية قراءة هذه الأحرف أو هذه الأشكال الهندسية في مركب الدي إن إيه ويصبح مركب الكولاجين. فإذا من كلمة يصبح خلق. فألخص هذا الأمر بأن الكلمة التي أوحى بها الله عز وجل لمريم عليه السلام، أو وهي الكلمة التي أصبحت عيسى عليه السلام، تحتوي على معلومات لصنع المركبات المختلفة لجسم عيسى عليه السلام من حيث أبعاد المركبات المختلفة، لونها، تصميمها، والتعليمات الهندسية لها. فهذه هي الكلمة التي أوحى الله بها لمريم عليه السلام، وأصبحت عيسى عليه السلام مثل خلق آدم عليه السلام، خلق مواد أساسية هي التراب، وثم كلمة كيفية تجميع هذه الوحدات الأساسية لتصبح خلقا. فنستمر في مراحل خلق آدم عليه السلام. بعد ما الله عز وجل قال لآدم كن فيكون، أي كلمة أصبحت جسد، والآن عرفنا ما هي الكلمة التي تصبح جسد، معلومات هندسية. ومن ثم وضع الله عز وجل من روحه في جسم المادي لآدم عليه السلام، فالله عز وجل نفخ من روحه في آدم عليه السلام. فالآن وضع الروح في الجسد. الجسد بلا روح عبارة عن تصميم هندسي، هيكل معين، يحتاج إلى الروح التي هي مثل الذي يأمر الجسد في الحركة، يعني مثل المتحكم في الجسد. وبالمثل بعد خلق عيسى عليه السلام في رحم مريم عليه السلام، الله عز وجل نفخ من روحه في عيسى عليه السلام مثل آدم عليه السلام بالضبط. الآن ما هي هذه الروح وكيفية عملية النفخ في الجسد؟ فألخص هذا الأمر بأن ماهية وظيفة الروح. لم يكن بمقدور آدم عليه السلام أن يتكلم، يمشي، أو أن يقوم بأي وظيفة بدون وضع الله عز وجل الروح في جسمه. إذا ممكن استنتاج بأن الروح لازمة لتحفيز العقد العصبي في الدماغ لتفعيل وظائف الجسم. إذا ممكن استنتاج بأن الروح هي عبارة عن مجال طاقة يوضع في جسم الإنسان والذي يؤدي إلى تفعيل وظائف الجسم. فإذا الروح كما تلوح على الشاشة هي عبارة عن مجال كهرومغناطيسي الله عز وجل يضعه في جسم الإنسان. كل إنسان عندما يشكل في بطن الأم، في رحم الأم، يصبح جسدا عن طريق المواد اللي يأخذها من جسم الأم، هي مواد التراب، وثم كلمة الله عز وجل لصنع المركبات يصبح جسد إنسان. ثم الله عز وجل يبعث ملك، وهذا الملك ينفخ أي يضع هذه الروح في الجسد، وثم يصبح الجسد يستطيع أن يتحرك، يصبح عنده وظائف، يصبح عنده تحكم. فإذا طريقة الله عز وجل في الخلق بأن هناك مواد رئيسية من التراب، ثم كلام الله عز وجل تشكيل وحدات مع بعضها تصبح جسدا، ثم الله عز وجل ينفخ من روحه أي هذا المجال الكهرومغناطيسي من هذا النور في الإنسان ويصبح قادر على القيام بوظائفه. فالله عز وجل يقول في سورة الحجر بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هنا نفخ الله عز وجل من روحه في آدم عليه السلام. ومن مثل الله عز وجل يقول في وصف عيسى عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. فالله عز وجل بعث ملك ونفخ روح عيسى عليه السلام في
جسد عيسى عليه السلام وهو في رحم مريم عليه السلام، فبالضبط مثل خلق آدم عليه السلام، وبالمثل اللي يحدث مع كل إنسان عندما يخلق ويشكل في بطن الأم. فنلاحظ هنا سبحان الله العظيم كيف أن الله عز وجل يصف القرآن الكريم بالتفصيل آلية خلق عيسى عليه السلام، بأنه شكل مثل أي إنسان آخر ووضع في مكونات التراب، وشكل عن طريق كلمة مثل ما يحدث مع إنسان، وثم ملك نفخ فيه من روح الله عز وجل في جسم عيسى عليه السلام، مثل ما حدث مع آدم عليه السلام بالضبط. فهذه هي الطريقة العلمية لكيفية خلق عيسى عليه السلام، والله عز وجل قادر بأن ينزل هذه الكلمة مباشرة من المولى عز وجل وإلى مريم عليه السلام. وهذه الكلمة التي أخذها الروح القدس وهو جبريل عليه السلام، أخذ هذه الكلمة ووضعها وأوحاها إلى مريم عليه السلام. فكيف أوحى إلى مريم عليه السلام؟ بأن هذه الكلمة هي عبارة عن معلومات هندسية في كيفية الخلايا انقسامها وكيفية تكوينها للمركبات المختلفة. فهي هذه الكلمة عبارة عن معلومات هندسية لصنع الوحدات المركبة لجسم عيسى عليه السلام. فعملية طاهرة، عملية معلومات، كلمة من الله عز وجل وأصبحت عيسى عليه السلام، عملية طاهرة، عملية إعجازية من ناحية أنها فيها معجزة في كيفية خلق إنسان بدون أب، لأنه هنا هي عبارة عن معلومات هندسية لكيفية خلق مركبات مثل المصنع. فهذه هي طهارة الرسالة، وهذه هي طهارة خلق عيسى عليه السلام. حبيبنا عيسى عليه السلام خلق بآية من الله عز وجل مثل آدم عليه السلام. آدم عليه السلام ليس له أب ولا أم، والله عز وجل خلقه بوحي كلمة منه وأصبح جسدا مثل عيسى عليه السلام. فالله عز وجل يقول بأن مثل عيسى عليه السلام عند الله كمثل آدم، خلق بدون أب وأم، فالله عز وجل قادر أن يخلق الشيء بدون أب وأم. فالله عز وجل نفس مراحل خلق آدم عليه السلام خلقها لعيسى عليه السلام. هذا هو وهو بشر 100% إعجاز في عملية خلقه. وهذه هي طهارة الرسالة وطهارة القرآن الكريم. هل نأتي إلى كيفية خلق عيسى عليه السلام بمنظور نصراني؟ فإذا ذهبنا إلى كتاب النصارى البايبل نجد الآتي، بأنه عملية وصف كيفية خلق عيسى عليه السلام، إنه الملاك، فأجابه الملاك لمريم عليه السلام: الروح القدس يحل عليك وقدرة العلي تضللك، لذلك أيضا في القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فإذا تفكرنا في طريقة صياغة هذا الأمر بأنه الروح القدس يحل عليك، طريقة اللفظ يحل عليك والمولود سيطلق عليه ابن الله، نلاحظ هنا شيء خطير جدا، بأن عملية خلق عيسى عليه السلام في كتاب النصارى البايبل تبين أو توصف بأنها ما يحدث بين زوج وزوجته، يحل عليك، يحل عليك. نلاحظ في شيء في الكلام هنا، وليؤكد بأنها يعني وصفها عملية ما يحدث بين زوج وزوجته، في آخر العبارة يدعى ابن الله، وهذا طبعا في كتاب النصارى الوالي في لوك 1. فيعني نلاحظ هنا شيء خطير جدا، خطير جدا جدا، الإيحاء اللي هنا الموجود هنا بأن عيسى عليه السلام خلق مثل ما يحدث بين زوج وزوجته، وهذا طبعا كما رأينا بالدليل المنطقي والتاريخي والعلمي خطأ 100%. وصف القرآن الكريم هو الصحيح، إعجاز بطريقة صنع، بطريقة كلمات علمية، بطريقة آلية علمية معينة تحدث. والآن الذي يؤكد بأن الوصف بالبايبل بأنه يحدث بين كمثل ما يحدث بين زوج وزوجة، إذا أخذنا في جون 3:16 نلاحظ الوصف الآتي: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد. فنلاحظ هنا طريقة وصف البايبل، طريقة بأنها فيها مثل ما يحدث زوج وزوجة، وتعالى الله عز وجل عن هذا الأمر. والله عز وجل عندما يريد أن يخلق أي شيء، عيسى عليه السلام والجبال والطيور والنجوم كلها عبارة عن كلمة من الله عز وجل. هذه الكلمة هي المعلومات الهندسية اللازمة لصنع المركبات، هي ليس مثل ما يحدث بين زوج وزوجة أبدا، وشيء خطير جدا وفيه إساءة كبيرة لله عز وجل. ففي ذلك يقول الله عز وجل في سورة مريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا.
فنلاحظ أن الله عز وجل يقول بأن تقولوا شيء خطير جدا على الله عز وجل، والشيء لا تملك فهمه. الآن عرفت فهم هذا الأمر، فيجب على الإنسان أن يصحح مساره، وعندما الله عز وجل يهديه لمعرفة يجب أن يفهم هذا الأمر ويعمل أمور أفضل. فهذا اتهام خطير، الله عز وجل ليس مبني على علم ولا مبني على فهم، ولكن شيء فيه افتراء كبير على الله عز وجل. والله عز وجل يريد الهداية للناس وليس العذاب، الله عز وجل يريد الهداية. فالله عز وجل يسر للإنسان سماع هذا الأمر وسماع هذه المعلومات الجميلة الطاهرة وطريقة إعجازية جميلة جدا. فيجب أن يعني يصحح مساره إن شاء الله، وللمسلمين أن يبلغوا هذه للناس أجمعين ويعلو كلمة الله عز وجل. ويقول الحق في سورة الإسراء بسم الله الرحمن الرحيم: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة عظيم. ولمعلومات إضافية عن هذا الموضوع رجاء تفضل بزيارة موقع على شبكة الإنترنت www.quran-miracle.com، ويمكن التواصل معي عن طريق البريد الإلكتروني zquran@yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.